إذا طلع أول شيء إذا طلع قرار ظني، القرار الظني يواجه بمنطق القرار الظني. شو دخل قرار ظني؟ شو ما طلع بالقرار الظني بشوارع بيروت؟ يعني أنا عن جد بدي أطرح اليوم سؤال من بابه العريض، شو له علاقة أي قرار ظني بده يطلع بالمواطنين اللبنانيين يلي ماشيين بشوارع بيروت؟ شو له علاقة؟ تبلش من هون. ولا بأي شكل من الأشكال رح نقبل نحن أن يكون في لعب بالقرار الظني، إذا كان في مجال للعب بالقرار الظني. ما حدا في يحكي بشاهد زور قبل صدور القرار الظني. طيب إذا بدي أخذ أنا شهادة أنا وياك هلا تنشوف إذا هاي شهادة زور فيها نحكي فيها هلا، مثل ما حكي مثل ما طرح بالمار في شهادات مشكوك بصدقيتها 100%. طيب كيف على ضوء شو بدنا نحكم؟ يعني إذا بدنا ناخذ شهادة محمد زهير الصديق على سبيل المثال الحصر، أغلب الظن مثل ما ببين علينا بالإعلام إنه شخص خنفوشاري، عم بحكي هيك أنا بالإعلام، بس إذا بدنا نروح قانون ما فينا نقول شيء قبل ما يطلع القرار الظني. إذا مش الأحكام النهائية تتقارن اللي قاله محمد زهير الصديق بمجموع الوقائع اللي تجمعت بالقرار الظني. موضوع اللي بيسموه هني شهود الزور يلي بهالمرحلة هو شهادات مشكوك بصدقيتها، طريقه القانونية واضحة شو هي، إنه اللي بحب يتقدم هلأ بشكوى، اللي بحب قادر يتقدم قدام القضاء العادي، هالشكوى هيدي بتتسجل بس ما بتتحرك هلأ. ليش ما بتتحرك هلأ؟ لأنه ما في مرجعية تا يقدر واحد يبت على ضوء القاضي، ما في، ما بده أوراق للملف، ما في أوراق للملف. عمتى بصير بيانات بين إيداء أوراق الملف تا يقدر يحكم إذا هالشهادة مشكوك بصدقيته ولا لا؟ من بعد صدور القرار الظني بمرحلة الأولى، وإذا الشخص متهم أو مشتبه به من بعد صدور الأحكام النهائية. موقفنا واضحة من كل الأمور، موقفنا واضحة. يعني إذا اجتمعوا، مع احترامنا للي اجتمعوا مبارح المملكة وسوريا، ولا اجتمعت أمريكا وفرنسا، ولا اجتمعت أمريكا والسعودية، ولا اجتمعت سوريا وفرنسا، فيهم يجتمعوا قد ما بدهم، بس من مواقف واضحة، يعني مواقف فرقاء واضحة الداخليين اللبنانيين، والمواقف مبنية على قناعات معينة وعلى أسس ثابتة وعلى حسابات معينة. وبالتالي ما بعرف ليش أنه هالقد بنعطى أهمية للاجتماعات العربية أو العربية الغربية أو الغربية الغربية بما يتعلق بداخل لبنان. أنا بعتقد الرئيس أحمد نجاد إجا على لبنان، إذا بدك بشكل رمزي فيها نقول كان عنده زيارتين، عمل زيارتين بنفس الوقت، زيارة رسمية تقيد فيها بالقانون بالعلاقات بأنماط العلاقات الدولية بين الدول، وكان فيها يعني محترم موقعه. زيارة تانية ما لها علاقة بالزيارة الأولى، هي اللي شفناها بملعب الراية وفيما بعد تاني يوم بجنوب، زيارة وكأنه إذا بدك رئيس حزب لحزبه ولمناطقه.